وكراشد، مسلسل دراما وسيرة ذاتية مكون من موسم واحد فقط، مكون من 8 حلقات، انتاج 2022، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 15 عاما، متوفر للمشاهدة على ابل تي في. قصة المسلسل يتناول قصة آدم نيومان وشركة وي وورك، والتي تخصصت في مجال العقارات التجارية ورحلة الصعود والهبوط لواحدة من أشهر الشركات الناشئة في العالم. العنوان العريض للمسلسل تجربة مأساوية في عالم حيث تتهاوى الإمبراطوريات الرقمية بسرعة البرق. يأتي المسلسل ليروي واحدة من أبرز قصص السقوط، قصة آدم وريبيكا نيومان الزوجان اللذان بنيا إمبراطورية وي وورك من العدم ثم شاهدوها تنهار. السيناريو والحوار، لا يقتصر السيناريو على سرد قصة صعود وسقوط شركة ناشئة، بل يتعمق في تحليل السلوك البشري ودوافع الشخصيات وآثار الطمع والغرور على حياة الأفراد والمجتمعات. يتميز السيناريو ببنية سردية غير تقليدية، حيث يتنقل بين الماضي والحاضر ويستخدم الفلاش باك لإبراز نقاط التحول في حياة الشخصيات. هذه البنية تساهم في تعميق فهم الأحداث وتكشف عن دوافع الشخصيات. يبدأ برسم صورة مثالية عن الحلم الأمريكي، حيث يظهر آدم وريبيكا كشخصين لهما طموح يسعيان لتحقيق المستحيل، لكن سرعان ما يتضح أن هذا الحلم مبني على رمال متحركة وأن طموحاتهما تتجاوز حدود الواقع. فبدلا من بناء شركة ناجحة، يبنون طائفة دينية تجارية، حيث يعبدون المال والسلطة ويستغلون ضعف الآخرين لتحقيق أهدافهم. علاقة آدم وريبيكا ليست علاقة حب تقليدية، بل هي شراكة تجارية مبنية على المصالح المشتركة. كلاهما يستغل الآخر لتحقيق أهدافه الشخصية ويشجعان بعضهما البعض على التطرف في الأفكار. هذه العلاقة المعقدة تسلط الضوء على الوجه القبيح للطموح وكيف يمكن للنجاح أن يدمر حتى أقوى العلاقات. يقدم السيناريو نقدا لاذعا لثقافة الشركات الناشئة والتي تتميز بالاستعراض والتفاخر. يظهر لنا كيف أن هذه الثقافة تشجع على اتخاذ قرارات متهورة وعلى التضحية بالقيم الأخلاقية من أجل تحقيق الأرباح السريعة. يعتمد السيناريو على الرمزية بشكل كبير، حيث تستخدم الألوان والأزياء والإضاءة لتعزيز المعاني. اللون الأبيض يمثل النقاء والبراءة، بينما اللون الأسود يمثل الشر والفساد. كما أن الأزياء الفاخرة التي يرتديها آدم وريبيكا تعكس الطموح الجامح وثقتهما الزائدة بالنفس. على الرغم من عمق التحليل النفسي للشخصيات، إلا أن السيناريو يميل إلى تبسيط الأحداث والأسباب التي أدت إلى سقوط وي وورك. فالحقيقة أكثر تعقيدا وتشمل عوامل اقتصادية وسياسية واجتماعية عديدة، ويركز بشكل كبير على آدم وريبيكا ويهمل الشخصيات الثانوية التي لعبت دورا هاما في قصة الشركة. هذا التبسيط يفقد السيناريو بعضا من واقعيته. الشخصيات، آدم نيومان شخصية معقدة ومتناقضة، فهو طموح ومبدع ولكنه أيضا متغطرس ومنافق، يسعى لتحقيق النجاح بأي ثمن حتى لو كان ذلك على حساب الآخرين. ريبيكا نيومان شخصية قوية ومؤثرة، ولكنها تعاني من شعور بالنقص وتسعى جاهدة لإثبات ذاتها. الشخصيات الثانوية تساهم في إثراء القصة وتقديم وجهات نظر مختلفة. الإخراج والتصوير والإضاءة، قدم المخرج رؤية بصرية قوية للقصة واستخدم مجموعة متنوعة من التقنيات السينمائية لتحقيق ذلك، حيث استخدم لقطات مقربة للتركيز على تعبيرات وجوه الممثلين وكشف دوافعهم الداخلية، واستخدم لقطات واسعة لإظهار حجم المباني وشعور الفراغ وتعزيز الشعور بالقوة والسلطة، مع حركة كاميرا دينمائية مثل الحركة الدائرية لإضفاء الحيوية على المشاهد، مع تكوينات متوازنة وغير متوازنة لتحقيق تأثيرات بصرية مختلفة، من شعور بالاستقرار والتناغم وتستخدم غالبا في المشاهد الهادئة، وشعور بالاضطراب والتوتر وتستخدم في المشاهد الدرامية. جودة التصوير عالية بشكل عام، حيث تم استخدام كاميرات عالية الدقة مما أدى إلى صور واضحة ونقية. بالإضافة إلى ذلك تم استخدام تقنيات تصحيح الألوان لتحسين جودة الصورة النهائية، مع استخدام الإضاءة الطبيعية في العديد من المشاهد، مما أعطى الشعور بالواقعية والدفء، والإضاءة الاصطناعية لخلق أجواء معينة مثل الإثارة أو الغموض، والإضاءة المنخفضة في المشاهد الدرامية لخلق جو من التوتر والغموض. المونتاج ساهم في خلق تجربة مشاهدة ممتعة ونقل القصة بشكل فعال.
الموسيقى مناسبة للأجواء العامة بالمسلسل، الديكور غني بالتفاصيل حيث تميزت ديكورات مكاتب شركة وي وورك بالحداثة والانفتاح مع استخدام ألوان زاهية وأثاث عصري. هذا الديكور يعكس الثقافة الشابة للشركة وطموحها للنمو والتوسع. ديكورات المنازل تعكس شخصيات أصحابها، منزل آدم وريبكا يعكس طموحهم وثرائهم. تم اختيارات ديكورات الأماكن العامة بعناية لتناسب طبيعة الحدث، فمثلا كانت الحانات والمطاعم ذات ديكور عصري وجذاب، بينما كانت الأماكن الرسمية ذات ديكور كلاسيكي. استخدم الديكور أيضا بشكل رمزي للتعبير عن أفكار ومعاني معينة. كانت النباتات ترمز إلى النمو والتجدد، بينما كانت الجدران الزجاجية ترمز إلى الشفافية والوضوح. الممثلين: جارد ليتو قدم أداء قويا حيث تمكن من تجسيد شخصية القائد الطموح والمنافق بشكل مقنع. استطاع أن يبرز التناقضات الداخلية في شخصية آدم وأن يجعلنا نشعر بالتعاطف معه في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى نكرهه. آن هاثوي قدمت أداء متميزا وتظهر التناقضات العنيفة بشخصيتها بطريقة مقنعة. الأدوار الثانوية قدموا أداء جيدا بشكل عام. في الختام، وي كراشد هو أكثر من مجرد مسلسل، فهو تحذير من مخاطر الطمع والغرور ومن عواقب السعي خلف الثروة على حساب الأخلاق والقيم. يذكرنا المسلسل بأن النجاح الحقيقي ليس مقصورا على الثروة والمكانة الاجتماعية، بل يكمن في تحقيق الذات والإسهام في المجتمع. المسلسل رحلة شائكة عبر عالم الشركات الناشئة، حيث تكشفت لنا حقيقة أن خلف هذه الواجهات اللامعة وأقوال التحفيز تكمن صراعات نفسية عميقة وخيبات أمل مريرة. رغم براعة الممثلين في تجسيد شخصياتهم، إلا أن المسلسل عانى من بعض الثغرات، فالإفراط في التركيز على الصراعات الداخلية للشخصيات الرئيسية على حساب تطوير الشخصيات الثانوية جعل القصة تفتقر إلى بعض العمق. كما أن النهاية وإن كانت مثيرة للجدل، إلا أنها تركت العديد من الأسئلة دون إجابة. بعض المشاهد بدت مبالغا فيها، وكأن الممثلين يحاولون جاهدا لفت الانتباه. بالإضافة إلى ذلك، كانت بعض الحوارات طويلة ومتشابكة مما أثر على إيقاع المسلسل. أما من الناحية البصرية فقد كان مبهرا. الديكورات والأزياء كانت تعكس بوضوح روح العصر، والموسيقى التصويرية كانت ملائمة للأجواء. مسلسل يستحق المشاهدة، يقدم لنا نظرة عميقة على عالم الشركات الناشئة ويطرح أسئلة مهمة حول قيم النجاح والثروة. ولكن كأي عمل فني فهو ليس خاليا من العيوب، فبينما نجح المسلسل في جذب الانتباه، إلا أنه تركنا نتساءل: هل حقا هذا هو الثمن الذي ندفعه لتحقيق أحلامنا؟ تقييم للمسلسل 7.5/10.